العاصمة اللبنانية التي تشهد اليوم أعنف وأعقد أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ نشأة لبنان إلى اليوم. الحقيقة أن استمرار الاحتجاجات لا يتعلق بأي تصريحات تصدرها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، لأن الشعب اللبناني فقد ثقته بالحكومة وفقد ثقته بالمنظومة السياسية الحاكمة في لبنان. لذلك هذه الوعود لم تعد تنطلق على اللبنانيين، لأن تاريخ المنظومة السياسية في لبنان هو تاريخ من الوعود، الوعود الكاذبة، الوعود التي لا يمكن أن تتترجم بشكل إيجابي على الأرض. لذلك اليوم يجد الشعب اللبناني نفسه في مواجهة خطر كبير، وهو خطر الانهيار الكامل للوطن وخطر المجاعة. اليوم الأزمة الاقتصادية تفاقمت بشكل تفوق قدرات العائلات حتى المتوسطة، وحتى العائلات الغنية في لبنان تضررت. اليوم أموال اللبنانيين محتجزة في البنوك وقد تبخرت، والكثير من القطاعات الاقتصادية معطلة، من قطاع الزراعة إلى قطاع التجارة، القطاع السياحي شبه صفري في لبنان. هذه الأزمة أوصلت اللبنانيين إلى حالة من الانفجار. اليوم ما يجري في لبنان حقيقة خرج عن السيطرة. اليوم اللبنانيون متروكون دون قيادة، لا توجد حكومة، لا توجد سلطة تنفيذية، فقط الشعب اللبناني في مواجهة الجيش اللبناني الذي حتى الآن يقوم بواجبه الوطني ولا يتعامل مع المتظاهرين بأي شكل من أشكال العنف. ولكن الأمور تزداد سوءا، خاصة مع قطع الطرقات. قطع الطرقات يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في لبنان. لبنان يتميز بفرادة خاصة وهو جغرافيته الطائفية، يعني الديموغرافيا الطائفية في لبنان تؤثر بشكل خطير في مسألة قطع الطرقات. يعني عندما يقطع الطريق في مكان، هو يقطع على طائفة معينة أو على منطقة معينة، ومما يسبب بشكل يومي إلى سقوط جرحى وقتلى. هذا الأمر وصل إلى حد خطير، ويجب التدخل مباشرة لإنهاء هذه الأزمة، بينما البوادر السياسية لا تنبئ بأن هناك حكومة قريبة في الوقت الراهن. ماذا عن إنقاذ يعني الليرة اللبنانية من الانهيار أمام الدولار؟ يعني هل لدى مصرف لبنان الإمكانية لوقف هذا الانهيار، مع أن احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية هو فقط 16 مليار دولار؟ يعني بحسب مطالبات الرئيس عون، هل لدى المصرف إمكانية بالتحكم بسعر الصرف؟ أصلا مصرف لبنان هو الذي ساهم في انهيار الليرة اللبنانية، وعلى رأسه حاكم المصرف رياض سليمي، مما يضع علامات استفهام كثيرة حول دوره في انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، خاصة أن الاقتصاد اللبناني مرتبط مباشرة بالدولار. العملة اللبنانية هي فقط للتداول الداخلي، وقيمتها وتستمد قيمتها من مما يعادلها أو يقابلها في الدولار. أنا أعتقد أن حاكم مصرف لبنان ساهم في انهيار الليرة اللبنانية، لكنه لن يستطيع إنقاذها. الأمور خرجت عن السيطرة. هناك 16 مليار دولار فقط في لبنان، وهي من أموال المودعين. تم تهريب أموال السياسيين إلى الخارج. اليوم نحن أمام أزمة نفط، سيتم رفع الدعم عن النفط بشكل لن يستطيع المواطن اللبناني أن يؤمن المواد الأولية لتحريك سياراته أو وسائل تدفئة في منزله. اليوم أنا هذه الخطوة ربما تساهم في إنزال معدل الدولار قليلا أمام الليرة اللبنانية، ولكن لن يعيد للليرة اللبنانية قيمتها التي وصلت من 1500 ليرة إلى 15000 ليرة في الأونة الأخيرة، أي 10 أضعاف، وهذا شيء خطير جدا على الأمن الوطني وعلى الأمن الاجتماعي في لبنان. شكرا جزيلا لك. انتهى الوقت المخصص لهذه المداخلة. مفوض الشؤون السياسية لمركز بارديم الدولي دكتور عباس مزهر، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة. كنت معنا من مدينة بيروت.